تعد معتمدية المدينة الجديدة من أكثر المعتمديات كثافة سكانية في ولاية بنعروس، فهي تتميز بكونها قطب إداري باعتبار وأن العديد من الإدارات الجهوية تتمركز بها، من بينها مقر الولاية والمحكمة والإدارات الجهوية كالنقل والفلاحة والمرأة والطفولة والأقباض الجهوية وغيرها. غير أن هذه المرافق لم تشفع لسكان هذه المعتمدية للعيش في ظروف مناسبة. برنامج عن قرب خصص هذه الحلقة للوقوف على مشاغل سكان هذه المعتمدية، والبداية كانت بحالة الأوساخ التي فاقت كل التقديرات والتوقعات، حتى أننا لم نجد مكانا إلا وأكوام الفضلات تحيط به من كل الجوانب على غرار هذه المشاهد. أمام جامع المدينة الجديدة وفي مدخل المدينة تعترضك بناية مهملة كانت مقراً للدائرة البلدية لتصبح اليوم وكراً للفساد والأوساخ في الوقت الذي يحتاج فيه الأهالي لعديد المرافق والفضاءات المفقودة. من حالة البؤس البيئي إلى حالة البؤس الصحي، محطتنا الثانية كانت في السوق البلدية، أو بالأحرى السوق التي لا تشبه الأسواق في شيء، بل هي شبه مهجور بحكم انعدام الظروف الصحية وانعدام أبسط الظروف التي تجعل منها سوقاً، فهي عبارة عن مصب للفضلات أكثر منها سوقاً، محل مراقبة وصيانة واهتمام. غياب تام للمسؤولين عن هذه السوق، إهمال لا حدود له، فكل أركانه وجدرانه تفضح نفسها بنفسها. هذه ظروف نتاع خدمه تخدموا في مرشي كيما هذا؟ لا، احنا حاجتنا بالمرشي نحبوه نظيف ونحبوه كيما مرشي نتاع كيما المرشيات الكل، نحبوه نظيف، نحبوه مسقف، ونحبوه معناتها مرشي وعلي الكليم، معناتها موي المدينه الجديده، نحبوه كمرشي حاجه هايله ياسر كيما المرشي الاخر. درت الجهات الكل مرشي السوق كيما هذا بصراحه. لا، احنا مشكلتنا احنا حكايه نظافه مش نظيف. بينظفهم بلي ينظفهم ويسلوا سما يلزمها نظافه هي بيت، وحكايه تسقيف المرش والبيبي فهمتني، ولا وحكايه خدمه البر، معناتها اللي عنده نصب باش يدخل داخل كيما احنا نصبنا فارغين، علاش يخدم البر هو؟ يخدم الناس الكل مع بعضنا لداخل هكا الكل، معناتها قد فما 11 نصبه فار، اللي عنده البر يعني كيما تدخلونا نحن كيما يدخلوا الداخل بالنصبات الاخرين، الناس الكل تشد نصب. علاش ما كملوش هما؟ والله والعالم عندهم هم. هما كمسؤولين عندهم هم وعدوكم قبل باش يقدوه؟ وعدونا برشا، وعدتنا حتى جماعه الاخرين نور الدين البحيري وكل هاي ميزانيته مسبوبه وكل ما رينا حتى شيء. وين مشيت؟ وشاف الريح ما فهم شيء. انت تخدم هنا والجرابعه موجوده في المرشي، معقول هذا؟ موجوده الجرابعه موجوده معناها، والكتات موجوده، واللي يجي معناها حتى باك الواحد البلاستيك يسيبها ويمشي. معناها حتى من السوق تتعارك معاه، انت نحن معناها واحد مواطن من هنا يطيب لهم بكستل كبير وياخذ لهم كسكولوب معناها بالاربعه بالخمسه كعبات نهار كامل من الصباح ومن الليل، معناها ويخدم ده معبي بالكتاتس، مش واحد معبي بالكتاتس تشوف واللي تكلموا اخويا معناها ما فماش، انا تو نقول لكم تو نقول لكم فما شيء. السقف هنا ما فماش، كيفاش تخدموا في الصيف؟ كيفاش تخدموا في الشتاء؟ اما لا بلديه لا واحد على اساس يجي الصباح يحل. الاخر مواطن لهنا ولا غيره ما الزميل معناها يخدم معايا هو اللي يسكر لها شيء، كلمونا تو نجو تو نجو ما فما شيء، او مش ندهنوا لكم او مش نزرقلوا لكم، فالشهر هذا فالعام هذا معناها تو يقول 10 سنين وهي الحكايه هك. والوسخ هذه الفضلات بتاع الحوايج شنو حكيتها لهنا؟ الوسخ هذاك معناها اللي يبيع البر يجيب يطيش غادي. سايبه معناها. اللي تتصوره في بالك موجود. سايبه. مع السيس
ما فماش عساس، لا عساس ولا معناها شكون اللي يحل ولا شكون يسكر. البلدية تجي وتراقب ولا لا؟ معناها تجيك لما نعملوا له احنا تليفون على جال العساس، راهو ما جاش يكلمك واحد هاو معناها هذيك هي، ما عندناش خدامة وما عندناش عساس. هو انت نشوفوا فيك في النصبة بحسوب وحدك في المرشي هذيك، في الشيرة هذيك وحدي بقيت كلها خرجت. علاش خرج؟ خرج كلها فوضى، كلها تخدم البرة، كلها تحب معنا تشد الباب، كلها زاد حتى ظروف الداخل ماهيش باهي، ماهيش باهي، ثماش لا نظافة لا لهوة لا عسة لا حتى شيء، كلها عنكبوت كلها نديك كاملة، وكل عنده 10 سنين ما دهنوش. الصبالة وين يا مكسر؟ يسكر بالسيف، احنا شارين له كوبة وسلسل يسكر بالسيف مع السكر. احنا نشرب خلع لا مقدود لا حتى شيء، نسينس كل عام قبل اللي يجوا يدهن ويقدوا وقت كانت من وياخذوا عليكم في الكريات تو بصراحه عندنا مده ما قدوناش احنا قدوا الاخذه. حتى مشيت انا وصلت مشيت مش خلص، قالوا لي برا روحك ما عادش خلص حتى النظم، حتى يجي مسؤول ما ثماش رئيس بلديه بلاش بلاش مسؤول ثم هيك تشوف عساس يجي الصباح 8 يعمل لك يدور كوب ويمشي يروح، لا ينظف ولا يقد ولا حتى شيء نورمال، عساس صار كامل هنا ويدور وينظف والحاجه الزايده يخرجها. وشنو هي ذاك محطوط غاديك؟ شنو داخل البلديه بتاعك؟ قال كاني مكلفيني البلديه نحل الباب ونمشي. عندك حاجه، عندك حاجه برا البلديه تمشي له البلديه مهندس يجي لهنا معناها ما عنبالوش. تعرف ربا فيك يبيع فيها البلديه حتى هنا. تو انت تنجم تشري في مرشي كيما هذا؟ تيدي استغفر الله العظيم، ساعات نجيب من الغدر الغادي من الروايح بركه، من الروايح ما تنجمش تتنفس. وهذو شنو ذنب بركه؟ خش برا وشوف لك البوبيل، شوف لك الحاله وكل السخ وكل واللي ناصب من غادي، اخذ لك الشرايط، الشرايط الشرايط نتاع تاع واحد تاع معلش تاع كلها خرده، تبات 24 سير 24 راك تشوف فيها الفوضى النصب هذيك 24 سير 24، الشمس مطر ريح جيج غبار وهكا محطوط. علاش ما تدخلوش لهنا نصب هنا فارغه؟ ما ثم حد شيء، كلها فوضى، ما ثم حد شيء منظم، ما ثم حتى تأطير، ما ثم حتى يدي مسيبة مسيبة. سوق مهم لا أه؟ سوق مهم لا يدي هاملة بقريتها ذي قطع ذي عبارة كوري حش أخويا مسيبة. أنا كان أنا كجت عندي الخضرة نفسخوا ذي، ريت نفسخوا ونعاودوا كما الدائرة البلدية القديمة، نفسخوا ونعاودوا من جديد الدائرة البلدية القديمة كل عام، كما فسخوا البوسطة وقت أتذكرها بمبنية مغشوشة فسخوها وعاودوها. المرشي هذا لازم يتفسخ، ريت هذا كله يتفسخ ويتعاود دو اجس كات بالباركينغ بكل شيء منظم بالبوبيل، واللي بوبيل مش بوبيلات هذيك، ما لازمش بوبيلات هذيك، لازم بوبيل كبيره كونتينر كبيره باش تهز وتجيب واحد اخر باش تقعدش الريحه برا. شوف الريحه انت يدي الريحه، استغفر الله العظيم، ريت حتى اللي قاعدين من خادمك السكان، السكان العماره هذيك السكان اقسم بالله العظيم لان كلها رحلت كلها نقلت، حوانت سكرت انت برا، شوف الحوانت انت السونتر من غادي كلها سكرت، مول القهوه هذاك مول القهوه، مول القهوه سكرت، قهوه تسكر، حوانت سكرت منيش من الروايح من الزبل من الوسخ نتاع سبرولز، قالوا اي للسقوط يا ودي خلي عاد وسكت عماره سبرولز برا، هز الكاميرا ونهز كنبيدي الكيفان الكاف لوطا براج تحل كاف براج يعوم هز ورينا نهزك تو. قرب زيد قرب زيد عود دقر بدق، شوفك البراج محلاه، شوفك الماء، شوفك الماء، شوف الماء اخس، شوف الماء، شوف 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 الماء حتى لداخل اخس، ريتو والناموس والروايح، طلبنا البلديه طلبنا لوناس شاي اخس، شوف الشاي اخس، شوف حتى الاخ وغادي ماشي حتى الغادي اخس، هذاك كله عنده تو فوق ستة شهور هكاك سرحنا، إذا ما نقصنا شوية سرحنا من غادي، من غادي وهذا قعد كيك سرحنا معنا شوية باقي شيء. يجي شوف ليخ هذه فيها 15 سيك، هاي مرة فيها 15 سيك، شوف العرض شوف
طلبنا خلونا خلونا بثكم وناس خواص. السيسان مشيت علينا البراسات الكل مربوطين ببعضهم مشيت ناموس وسخ شكير ماء غرم فيران حنوشة الدنيا الكل موجود جرب كل المغازين الكل تفرج ها وشوف ما فما ما يتشاف والروايح ناموس ما عندناش نقابات عندنا حد شيء ما نتصرفوا نمشوا نعيشوا اهالنا نعاودوها البقع الكل خلصوا في البلديه ما يجوناش ما تدخلش البلديه غدك ما تدخلش مادام ثم حيوت داير سير بالبلاصات ما ندخلوش يجوا ينظفوا بحذا الكياس يطيحوا لنا الحيوت نتاعنا ومتدخلين ما يدخلوش مش ينظف شوف لونتوراج كيف شوف كل كل شوف شو الوسخ حال ممنوع يا ودي تحشم تجيب ضيف انا نجي ضيف تحشم على روحك تجيب ضيف تجيبوا الجبانه دي ناس موت يا ودي ناس كلها موت الكلها بلاصات المدينة الجديدة الكلها مشتيح ومشتيح على العباد والدولة تحمل مسؤوليتها احنا انا بلغناهم ووريناك اخوي زيد وثبتوا مليح راي العباد كلها مش تموت ليلة من الليلات يهبطوا البلاصات الكل على العباد الاف العباد ولكن تحت البلاصات ارواح البلاص فيه 15 دار اضرب كل فرد فما اربع صغار وامهم وابوهم تصور انت فيه 200 250 رقبة حتى مسؤول الكل حتى مسؤول ما تصور وارجع لنا لا يدخل لك واحد مشينا البلدية نشكولة البلدية قالت لي المسؤولة في البلدية قالت لي خويا ما ندخلوش احنا شبينا فلسطين غزة وريحة ما فلسطين تونس كام قالت لك ما ندخلش قالت لك ما ندخلوش وما نطفقهمش عنا برشا وسخ عنا مصب الداخل عنا النموس عنا الفار عنا الحنش عنا حاجات اللي متخيلاش في بالك الجملة علاش زازارة دجاجة خضارة مصب عنا حاشا من يتصنى تمصب مستوصف 50 متر وعقل من 50 متر و 3 متر على البوبالة شنو آخر ما عادش عنا حد شيء في حومتنا مشيت على روح لا ضوء مغرب دنيا ظلام بلصات ساعة في الليل مستحيل تدخل علاش ظلام 150 دار كي تعيش العباد ولا غالب عباد ما عندهاش خلصوا في زبلة وخروبة أمورنا واضحة علاش ما ننظف خلصوا زبلة وخروبة والبلدية ما تدخلش وين البلدية شو مدخلوا فين الكيس شو مدخلوا نتاع البلدية يسكن فيلات أمور واضحة شو مدخلوا منين مسكين هو باش يخرج ينظف ما يخرجش هو ينظف ما يخرجش هو ينظف يا اخي باش يخرج ينظف وقاعد يعطوا في الشارية ما عندوش مسكين واحنا خلصوا فيه خاطر ما عندوش هاي خويا فيلات فيلات مساكن ما عندهمش بوبالات يلزمهم يطيشوا عنا نحن الوسخ نستحفظوا لهم خي بلادنا استوردت تتنا الزبله مش احنا ما نعطوش لحومتنا الزبله عاد هي الحكايه هي الشكوى لغير الله مذله اول حاجه انا مانيش باش نشكي لك لا على رئيس لا على دوله لا على خاطر هما يريد نهار اخر باش يتحاسبوا وحدهم هذوكم اما شوف الحاله اللي قاعدين نعيشوا فيها معناها فهمت شنيا شوف الحاله اللي قاعدين نعيشوا فيها اللي هي يا خويا فيلات يكمل الوسخ نتاعو يجي يطيشوا لنا وسخ نتاع روضه صغير وسخ نتاع دجاجه وسخ نتاع جزاره وسخ نتاع سبيطارات اللي نحنا نورمالمون عندنا صغار لهنا يلعبوا عندنا عباد اللي يجي اللي يسقات من الدبابز ويسقات من مش عارف شنيا تلقى زريرق تلقى دويات تلقى ما نعرفش كله مطيش لهنا كنا في المرشي الحاله هذيك تو نحكيوش هذيك تو تسمى معناها يبيعوا ويشريوا والفضلات كلها تطيش غاديك نحكيوا على صور بجاه ربي يصوروا صوره وراك شكون كسروا بلديه معناها ريت اللي انت نورمالمون يجيك باش يقول لك ادفع الزبله والخروبه ما نعرفش شنيا ويجيك يفسد لك بعد ما يفسد ما تلقاهوش ريتهم الزبل هذوما حاشاك وصلناهم اقل حاجه ما نحسب لكش قريب ال 200 مره نهزهم للبلديه يا خويا شوفوا لنا حل ما حشناش بها هذي شوفوا لنا بلاصه اخرى تو نعودوا نحن نجي يا خويا كل صباح نهزوا صاشيتنا ونطيشوا انت تهزوا من هنا وهم يرجعوا سبب مي فيلس بولس وليزابارتمون هذوك من السبب الوحيد انه ما فماش صنديق وما فماش شكون معناتها تلهي بالتهيئه نتاع ليزابارتمون هذوك لافا الكريفيه فيها نتاع السبوس كي يشوفوا الابارتمون هذوكم ماهيش مهيئة ترجع معناتها للكوز الأول إنه ما فماش بارتيسيباسيون ما فماش شكون يتلهى بهم فهمت نورمالمون البلدية ما بون نورمالمون فما سلطة معناها هي اللي تتدخل معناتها في التهيئة حتى معناتها كالغازون الجنينة فهمت
يعطيك الصحة. هيك تولي ما فماش معناتها القهوة مش تولي بقاها نتاع فساد، معناتها شتكف فيها حاجات، تولي حاجات خايبة تصير فيها البلاصة هذيك، فهمت؟ وحتى البلاصة معناتها تطيح الفالور نتاعها، فهمت؟ حتى الفالور ايموبليير نتاعها يطيح، خاطر نحن الفالور ايموبليير مربوط بكل شيء، مربوط بالبلاصة، مربوط بالاورينتاسيون، مربوط بالستانديك، مربوط بالكاليتي، فهمت؟ زاد انت كي ما فماش القهوة اوتوماتيكمون معناتها مش يطيح الفالور نتاعها. شباب مهمش يفتقر للمرافق الأساسية ويتخبط في الضياع والبطالة، والحال أن المعتمدية تضم منطقة صناعية قادرة على تشغيلهم وتوفير المرافق الضرورية في انتظار المشروع الذي لم تكتب له الحياة إلا بعد عقود من الانتظار والانتظار، ألا وهو المركب الثقافي الذي قد يعيد الأمل لمن تبقى له من أمل في الثقافة والإبداع. البلاد هذا يا اخويا الشباب نتاعها ضايع. دور توا انت مش كان في المدينه تتسمى توا راقيه شويه، معناها المدينه يسمع المدينه الجديده راقيه شويه. دار ثقافه. دار ثقافه. لا. عنا فما شيء في البلاد، فما شيء في البلاد، فما تعرف كان شنيه؟ يلزك يبيع لك الفساد وبعد يجي يحاسبك عليه، يعلمك الفساد، تشوف التلفزه توا فاش قاعدين يصورون ها واحد يبيع في الزط لو طايح بفرخه صغيره، ها الاخر درف ايش يعمل؟ كيفاش تحبوا شباب يطلع؟ يا اخي ما كنت توري لهم بعد جيت حاسبوا. ما دار شباب وين دار شباب؟ ها مسكره نمشي ولا دار الشباب اللي يحكيوا عليها انا بابا كان يعز فيها مسكره، قصر طفوله مسكره. اي انشطه رياضيه والا اي انشطه ثقافيه ما تسمعش بها، يعملوا لكم في مركب ثقافي. اي ان شاء الله ان شاء الله يا اخي. هم علاش عاملينه مركب الثقافي؟ لحظه علاش عاملينه؟ ما هو باش الروس الكبار تمكمك شي ملعب عندكم شي فضاء براي تنمشيو نصوروه ملعب كونكاساج هذا صانعينه وحدنا، هذا باش نرفوا على انفسنا ونكوروا وحدنا. نزك لدار الشباب عاملين لنا واحد نتاع باسكيت بلاش يحشم بانويت. يحشم تصور لك واحد نتاع باسكيت وما فماش بانويت، تمشي باش تاخذ كوره يا ودي مثال ما نحكيوش علينا نحن قادرين باش نشريو كوره. يا اخي انت عاملها علاش دار الشباب؟ ما فيها كل شيء ولا باش كيجاوك الصغار اللي ما عندهمش تعطيهم كوره تعطيهم، تمشي باش تلعب يقول لك ليه يخرج علي. يعني ما فماش انشطه ثقافيه بكل ما فما شيء، فما شيء ريت من الاخر كان جات فما حاجه باش تنفع الشباب ولا باش تنفع العباد، راهي العباد ماهيش قاعده تقلب، ماهيش قاعده تخرج لبرا، اللي هي تمرميد وتبعد على داركم وذوكم الكل، اما في الاخر ترجع راجل في بلادك عمرك لا توصل باش تولي راه من الاخر، خاطر الروس الكبار ما تخليكش. والتشغيل تو عندكم منطقه صناعيه كبيره انتم في بن عروس المدينه الجديده. الاكتاف تو تمشي تخت، ما عندكش الاكتاف ما تمشيش تخت. قلت الحكايه هي علاش شنو اللي تبدل في تونس؟ في عهد الزين خير من توا، بالرسمي تحكي في عهد الزين خير من توا. كيلو الطماطم ب 300 فرنك 350، توا كيلو الطماطم ب 2500 وبالاكتاف زاد السكر بالاكتاف، تمشي للعطار باش تاخذ كيلو سكر ودبوزه زيت يغزل لك على جنب. يا اخي انت شريت من عندي قبل حاجه صغيره ما نعطيكش، يلزمك تشري من عنده ب 200 الف باش تروح بدبوزه زيت تطيبها، ما خلطتش على الزيت هذاك. بيع مشروط معناها. صحيت يلزمك تمشي تشري من المغازانات ايترا ب 4500. 8000. ريت البلاد، ريت البلاد اللي نعيشوا فيها، ريت كيلو لحم في الاوروب دورو يعني ب 40 الف. انا بلاد تحكي عليها وانا. عندك وانت تفرهد انت ولدك. والله هاو نهزوا لهكا الاستاد فهمت، نبعدوا من هنا فهمتني. بالنسبه في المدينه الجديده ما عندنا حتى انشطه رياضيه وتحس ما فماش فهمتني امبيونس، فماش موفمون كبير فهمتني. فماش فضاءات. فضاءات جمله ناقصين برشا. ديجا دار الشباب ديما مسكره فهمتني، يلعبوا فيها في البولينغ كل شيء فهمتني. انت ما عندكش كنت نعرف في قصر الطفوله ما نحاوها من انشطه. نحاو الانشطه من قصر الطفوله؟ قعدوا يكوروا هكا هو فانشط نشاط واحد بركه فهم هكا. اش قاعد تعمل انت؟ تعمل حتى شيء؟ نين ترينا. ايش ترين؟ تنس.
تينيس. وين تترين؟ في رادس. المدينة الجديدة ما فيها حتى شيء، تمشي حتى الرادس. اي نمشي حتى الرادس ترين. تقول لهم المسؤولين باش يعملوا حاجة في المدينة. اي خذي يعملوا تيرانيت و زي يراجعوا قصر الطفولة كيف ما كان. دار الشباب زاد، دار الشباب نجموا هكا عنده بتيران في دار الشباب، علاش ما يستغلوش هذاك؟ فهمتني يعني باسكيت ولا فولي ولا حاجة، فهمتني؟ بالنسبة توا للطرقات والأضواء مريقلة. نحن توا عندك حكاية الزبلة فهمتني، توا أنا عبارة عندي 10 سنين هنا في المدينة فهمتني. أنا حومتي مقرين من مقرين فهمتني. نحن توا شيت المارشي فما مشكلة كبيرة نتاع فهمتني نتاع الفضلات وديما وسخ وديما واحد يجي ينظف فهمتني بيريود فهمتني، بعد ترجع فهمتني مسخة فهمتني، فماش انترتيان فماش لهوة فهمتني. من البؤس البيئي والصحي إلى البؤس القاتل، إنه بؤس الفقر والجوع. هذا المشهد يغني عن كل تعليق. مواطن تونسي يفضل سجن برج الرومي على الحرية. نعم إنه الجوع، هذا الرجل يأكل من القمامة. تو هذه زبلتك؟ اي ناكل من ناكل تو تمشي لنا شو يعني ما نعرفش. قلت لها يا بنتي راني انا مريض، قلت لها انسان مريض. شنو الحكايه هذه؟ تو انت قاعد تلم في الزبله وهذه تعيش منها؟ والله فريسك نعيش منها تو. ما عندكش خدمه اخرى؟ ما بدني ما عادش نجم تاوع باش نخدم اي خدمه صعيبه. ما عندكش منحه؟ ما عندكش؟ ما عنديش منح، ما عنديش سكن حاليا هكا. شوف الخدمه هذه معناها كان نهزك تو تدقني نسكن في الغابه، ما عنديش سكن لهنا راهو. نسكن في الغابه؟ نسكن في الغابه، هي نهزك تو تشوف على عين المكان وين نسكن. وحدك؟ وحدك وحدي، لا ماء لا ضوء لا شيء لا شيء. ما عنديش لا ماء لا ضوء لا سكنه، المهم نسكن في برج الروم ونسكن الناس تنجم تقولنا والحيوانات، الحيوانات راهي تنجم تتعايش معاه. اما الحوايج السامه كيما الحنيش كيما الوحدات تنجمش تعايش معاه، هذه تنجمش تعرف وقتاش تخرج، خاصه هي ما فيهاش ضوء. كنت فركتني تو ما تلقاش عندي بورتابل حتى باش ندخل بالطورش، ما عنديش لا باش نشوف اي حكايه بالبريكي والكار. علاش وصلت للحاله هذه؟ وصلت للحاله هذه خاطر انا ولدي مريض معاق تعبني دمرني وعائله تقرا ونسين ما عنديش معناها. هذيك يقراوا؟ يقراوا اربع اولاد يقراوا. كيفاش تصرف عليهم؟ كيفاش نصرف عليهم؟ والله مش نصرف، نصرف اما على كل انا ناكل في الماكله كالناس كلها. وين يسكنوا هما؟ هما تو حاليا يسكنوا في القصري معتمدين فريا. هما في بر وانت في بر؟ اي انا ما عيطش العيد هذا ما عيطش معاهم. والله ما عيطها معاهم، ما شفتهم ما نعرفهم عادي بهم في رمضان، نورمالمون من رمضان ما شفتهمش. كيفاش تبعث لهم مصروفهم؟ المصروف اللي بعث فيه حتى ما واش ناقص، ما فيش ناقص بشوي. مرة فيش تخدم؟ هي تخدم منظفة، تخدم مرات تدخل تخدم شوي فلاحة مرات، والأغلبية أغلبية الأغلبية إذا كان ولدها مريض معناها ما تنجمش تخدم، ما تنجمش تخدم. أما وقت بتتفاضل تشوف ولدها أحسن شوي الوضع نتاعو، خاطر الطفل معناها تنجم تقول له الوقت اللي هو في السبيطار أكثر من اللي هو البرا. انت ما عندكش خدمه قاره، علاش قاعدني على ما مشيتش بحذاهم هما؟ واش باش نخدم غادي باش ناكل هنا؟ ممكن ياسر نلقى في النهار 5000 3000 4000 7000 خاطر غادي ما ثماش زبله هنا، ثما زبله وغادي ليه؟ غادي ما ثماش زبله، غادي الفاضل ما ثماش. اولا مش كيف لهنا، اثنين توا عندي فريسك اربع شهور جبت الكاروسه اليوم مازالت جديده، هذا اول فواياج لي كنت نزل على ظهري، ظهري ما عادش نجم نتحمل، طاب ظهري طاب طاب ظهري ما عادش نجم، ومشيت والله تسلفت شوي وكرديت شوي من عند الحداد شوي من عند مور الكاروسه. المهم هذا اول فواياج باش نخدم على الكاروسه معناها نورمالمون، كانش تكون عندي موبيلات كنا كلها خاطر كي نطلع الغابه عاقبه وما تمشيش الكاروسه هذه ما تمشيش، انما مضطر باش نزاد ما نجمش نزل على ظهري خاطر ظهري طاب. في السخانه اش تعمل في المطر اش تعمل؟ في السخانه نسكن في برج الرومي اللي هي الناس هاربه من الحبس لا ماشي ليه، وان شاء الله يقبلوني فيه ان شاء الله يخلوني برك مش طار منهم حاجه اخرى. وأصحاب المناصب والكراسي تتحدث عن الديمقراطية والكرامة، عن أي كرامة تتحدث ومواطن تونسي منا وإلينا يأكل من القمامة ويفضل السجن على الحرية؟ رغم أننا لم نتجول في بقية الأحياء الشعبية لكثافة المادة، إلا أننا لاحظنا الفوارق بين الأحياء في نفس المعتمدية. بين عمارات سبروليس وعمارات الإقامات بون شاسع،
فهنا تجد الرفاهية والكماليات والمساعد الكهربائية والحدائق والحراسة والنظافة والمقاهي والمحلات الفاخرة، لكن لمن تيسرت أموره وكان قادرا على أثمانها الباهظة. حسام العبيدي، جيرون تاع لاكوكيت كابيتال، لاجونس ايموبليير في المدينة الجديدة. نحن اجونس معناتها فرع عندنا فروعين في حي الواحات، المنزل معناتها متنا شوي معناتها بالكدا. لاجونس هي تخدم دور الانترميديير اونتر معناتها البروبريتير والاشتور ولا حتى اللوكاتير. معناتها لاجونس هو توسكي تخدم الكري اللوكاسيون فونت اشا لي تيران، فهمت؟ والاجونس الغرض نتاعها البرينسيبال هي معناتها نيغوسياسيون دو بري ليفالياسيون. تطور مدة الاخر معناتها طلعت سورتو في المدينه الجديده، معناتها طلعت الاسعار بصفه مش عاديه بوسك غلاء المعيشه وغلاء المواد البناء سي سور. معناتها لو بروموتور غلاء وبوسك لو بروموتور غلاء وليت معناتها السوم لو فونت اغلى بطبيعه الحال، فهمت؟ دونك معناتها كي نجيو نشوفوا عامين تالي عامين ثلاثة أربع سنين تالي، معناتها فما ديفيرونس كبيرة. معناتها اس بلس 2 في المدينة جديدة باغ اكزومبل، نعطيكم اكزومبل اس بلس 2 ملي كان معناتها في 650-700 دينار، معناتها اس بلس 2 نحكيو توا 900 دينار و 950 دينار. اي لوكاسيون، فهمت؟ لو بيو معناتها فاريي اونتر توا الاس بلس 2 ملي كان معناتها نحطوا خمسة سنين تالي الاس بلس 2 كان معناتها 165-170,000 معناتها تشري ابارتمون محلية وستانديك معناتها، فهمت؟ تو معناتها ولينا نحكيو في 220-230 ولا زوين معناتها عملوا تزيد على قدام. دونك اوتوماتيكمون على خاطر الدولة معناتها مغلية معناتها في الأسعار تاع الحديد مواد البناء كل شيء، فهمت؟ تو مثال عندنا معضلة كبيرة في البناء تو كي يجيو معناتها طول كلها معاش الأكثر تحب تشري الحاضر. علاش؟ يقول لك أنا مش ندخل في الجوجمة بتاع البني والغلاء البناء مواد البناء وغلاء حتى اليد العام، لا دونك العباد ولات تحب تشري الحاضر. أما حتى الحاضر زادة توا ولا غالي شوية، فهمت؟ ما اللي ننصح بيه هنا توا معناتها الحق معناتها تنجم تلقاو ليزوبورتينيتي موجودين، الفرص موجودين، فهمت؟ وكيف ما قلنا ان شاء الله معناتها الاوضاع البلاد تتحسن وان شاء الله الاسوام تطيح، معناتها على خاطر الاسوام كانت حاجه ولات حاجه اخرى توا، ومعناتها وان شاء الله ما تكملش على قدام. وكاو مخلطه معناتها المدينه الجديده تلقى البلاصه الباهيه البلاصه الشعبيه البلاصه، فهمت؟ معناتها تلقى كل معناتها مخلطه بالكدي المدينه الجديده، فهمت؟ اكزاكتومون بالطبيعة نتعاملوا مع الناس كل الكاتيجوري كل، فهمت؟ مع الحوم الكل نتعاملوا، فهمت؟ فوالا معناتها المدينة الجديدة تقعد توا ولات مطلوبة بالكدا سيرتو. مانيش باش نزيد برشا على حكاية زميلي والكل ابروبو المدينة الجديدة، بلاصة مشكورة مطلوبة بالكدا، بلاصة كلاس تحفونا فيها لي كاتيجوري الكل، فيها الاسوام الكل. لاجونس هذي ما عندهاش برشا ملي حالت، عندها توا بريسك عامين، اما حالت في وقت الكوفيد معناتها مالغري الكوفيد والبيريود اللي تعدت خايبة على البلد الكل، مي اللي يخدم يلقى. خدمنا على رواحنا ولقينا توا برمي من لي بروميي اجونس اللي موجودة في المدينة الجديدة. اي سيرفيس مطلوب اي خدمة تلقاوها موجودة 24/24، مرحبا بكم في كل وقت. بون احنا عندنا الباج بتاعنا فيسبوك، عندنا لاكوكيت كابيتال تنجم تتصل بينا، موجودين معناتها على ذمتكم، فهمت؟ وقال على النيميرو نتاعنا معناتها عندنا تليفون 20-208-668، عندنا 51-330-191 ديما ديسبونيبل، وسيرتو نوزوم معناتها نحن ديما اكتيف في الباج بتاعنا فيسبوك، فهمت؟ تنجم سيرتو توا معه الريزو سوسيو توا هو اللي مسيطر على الدنيا الكل، تنجم تتصلوا بينا على الباج نتاعنا الفيسبوك لاكوكيت كابيتال، فهمت؟ ونحن موجودين على ذمتكم 24/24 ومرحبا بكم.
وحتى لا نختم الحلقة بالتشاؤم من غد غير مجهول، نأخذكم في محطة الأمل مع الشباب الحالم والمغرم بفن تقوية العضلات ورياضة الأجسام. أنا كوتش بلاتو هوني، نعمل ديكور كوليكتيف، نعمل كوتشينغ بريفي في صالة هذي. كله لا بو، انا عندي نعمل ديكور كولكتيف، عندي معناتها للكبار وعندي حتى الكيدز، عندي الصغار زاد. صغار نعملهم توت كي جيمناستيك، كروس كيدز، فيتنس كيدز، زومبا كيدز، هذوك فهمت. فيش وليد كوتش؟ فيش وليد كوتش؟ باهي صغيره. لا لا، جي 27 عام، مانيش صغيره. باهي انا على باز نترينا ملي عمري 7 سنين. باهي جربتهم الكل حاصلوا. فينالمون لقيت روحي مغرومه ياسر بالسبور، خممت حتى بعد الباك باش نعمل فاك دو سبور ينبس. عملت من الاول ومن بعد ما كملتش، اما قلت نخلي غرام هذيك، دونك مانيش باش نبني عليه معناتها مستقبلي الكل. مي فينالمون نلقى روحي ما نجمش نبعد عليه معناها. ومن بعد عملت دي فورماسيون، حتى كي بعدت ما قريتش فاك دو سبور عملت دي فورماسيون. وكهو شنو اللي اضافت لك الرياضه؟ رياضة ضفت لي برشا حاجات. ساعة باش نحكيو على نيفو معناتها صحيا، ساعة انا ننصح برشا بالرياضة بيان سور للعمر الكل، كو سوا صغار ولا كبار. صغار الرياضة تبعدنا على برشا حاجات، سيرتو صغار معناتها تبدلهم في المونتاليتي، في المود دو في نتاعهم. انا ننصح برشا العباد باش تمارس الرياضة كو سوا صغار ولا كبار، وننصح اي سيرتو سيرتو لي بارون باش ينصحوا ولادهم ويجيبوها ميترانيو. اخترت القاعة هذية بالذات، أنا من الأول اخترت على خاطر قريبة لداري، مي وقت اللي أنا جيت وحبيت نجرب لا بخوميييغ سيونس، لقيت تبارك الله الكوتش ألفا، ألفا اللي إكسلانت، اللي تخي ديناميك، اللي تخي موتيفي، تخلينا شيخين على الآخر، تخلينا نضحكوا خلف السبور ونعرقوا ونخدموا ديزاكتيفيتي فيزيك، نعملوا توسكيي كارديو، ستيب، رونفورسمون دي ميسكول، مي أوسي زادة نعملوا برشا جو، برشا ضحكة، برشا لعب، تخلينا ياسر سبونتاني. تبارك الله عليها، حاسيلو ربي يعطيها الصحة والقوة والعافية، وإن شاء الله ديما هكا شيخين وفرحانين، والبنات زاد الجروب الكل محليه مع بعضنا شيخين كهو، دونك برافو الوار هاوس جيم والكوتش برافو الألفة بيان سور. ميرسي بوكو، je suis très contente. محليهم لي زاديرونت نتاعي، فرحانة بهم. لو فيت أنهم يخرجوا فرحانين من لاسال هذيك فرحتي أنا أوسي. وأخيرا دعوة للمسؤولين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ورد الاعتبار لأهالي هذه المدينة بمنحهم حقهم المسلوب في إحداث بلدية خاصة بهم.